السلام عليكم. عليكم السلام. كاظم موزع تمن وفاصوليا، الله وكيلك على مود ننتخبه. اخذ خاص الانتخابات بعد ما يعرفونه بسوق بالجوبه ما يعرفونه. هسه خلينا نعرف الانتخابات، خلينا احكي وياك انت كشاب. انت كشاب مأمن لك مستقبل هنا بالعراق، مأمن لك تعيين شغل. هذا محلي ايجاره 350 ودخل من الصبح لي جاي بايع لي ب 30,000 كله، يعني 2000 دينار ماكو ربح. الله اطلع عمال احسن لي، عمال هم صارت واسطات، بلديه واسطات، حزب فلان وحزب فلان. لا من تعيين عماله بالواسطات، العماله كفيلك الله، كل شيء ماكو. هسه متى تطلع عماله تروح للمصدر يجيب السياره يطبق فلان هذا عرفه اصعد وياي، فلان هذا عرفه كل من كرك وش اسمه وراه. زين والفقير شلون؟ الفقير الى الله عمي، هاي الناس اللي عتت تطل الفقير كفيلك الله، لا دوله لا عايشه على دوله ولا عايشه على راتب، وحتى الرعايه جاي تطلع للمعامل لاهل المعامل ما طابق الرعايه، فغير يروح ما يستلم. ما تطلع لعمه، تطلع للعتم معامل، للعتم تريلات. يعني الناس اللي ايه؟ مكنا عندهم طلعت لهم الرعايه. ايه هسه هذا بالحسينيه عنده، هذا مال حلال كلهم يعرفونه، محصار مشاركه واحد من الاحزاب ما اريد نذكر اسمه هنا الا نص. كفيلك الله يوقف كل فغير يستلم رعايه، واحنا ضالين هاي العالم الفقره. يجوز احنا احسن عمي، احنا احسن خير من الله، بس عمك وعالم كفيلك العباس ما عطى ربع دينار. بيوت طين يمنا، بيوت طين وناخذك هسه المنطقه. زين شلون عايشه هاي الناس تقول بيوتها طين؟ إيه؟ شلون عايشه الكهرباء؟ هذا ابو الخير، هذا ابو الخير العده، هاك عم هاي عشاك، هذا غداك، هاي كفيلك الله. يعني الناس تصدق عليهم. اي الله وكيلك، لا دوله ولا حساب. هنا بالمنطقه اكو ناس تساعد ناس. إيه؟ الفقره هو هنا بس الغيره. هاي العالم ليش ضاله؟ ضاله واحد على غيره الثاني عايش. الله وكيلك، مناسبه توقف، ما عنده يوقف له، كل شيء يوقف له. مال دوله عايشه عليها، الشعب عايش على الدوله، ابسط شيء مدارس ما عندنا. مستشفى بنوم من ايش وقت؟ من يا سنه؟ من 2001 ل 2002 حد الان ما كامل. باقوا الاسمت ماله والحصو. نعم. خلوه مهلس. نعم. طير بدون جناح. نعم. الله وكيل. نعم، انا اشكرك صديقي.